هذا بشكل عام تكاتبه حلو ممتاز، تمام ممتاز. هذا واحد. ها من هون جبتيه؟ ها بالي مشي مكتب. شو شلون هنا؟ كسرناها طلعنا. هسه من هذا المكان اللي كسرنا من عنده هو استاذ كان حتى الطالعة طلعنا منها، تمام؟ هو كنت انا عم كبر الحجم. شوف شو طلعنا بعدين. هذا هو الحائط. زين لفظ الجلالة عندك هاي حلوة، هاي أحسن وحدة، هاي ممتازة. أنا نصحك على أحلى وحدة. شوف بين الالف واللام ممكن نسوي هذا وهذا نفس الارتفاع، بس انا ارفع هذا يكون احسن جماليه اكثر. بيناتهم نقطه مو شوف هاي استفاده. لا لا هون الاسنان، هون هي الاسنان. شوف شو عندي بس سنتين. تمام حلو. حشت ايدك والبسم زين. لما هذا واحد الثاني انزل يعني اكثر. شوف حطيت ثلاثة نظامي لانه اللي بعده استاذ المترة انه نقطة ولا اكثر. شوف المد النسور تبع حسب الطول المد اللي عندك. شوف ما اكمل منه، اكمل منه. تمام شفت المد شلون صار؟ حتى تبقى الانسيابية. وهاي انت تعرفها نفس الالف هنا ما لاحظت. وهذا هو المد. شوف شوف بيكون في مساحة حسب الطول نحن بنقدر وملزق هون عندك فراغ. ما بعرف لانه انا بتذكر كل مره صرت بس شوف المده بدك ترجع هيك. هذا نزول المسلح. تمام تمام.